دونك انا خارج دابا كنرياجي على الفوطو اللي حطيت بها البوندو هذا، وشفت فيها العجب المتعجب ديال التعاليق اللي قتلوني بالضحك واللي ما زعزعوا فيا حتى شعره، لاني كنعرف راسي شكون. بين قوسين هاد البوندو راه ماشي ديال البنات، هاد البوندو راه كيلبسوه البنات والولاد، شي حاجه كيوت بغيت تضحك، تضحك مع الحبيبه ديالك، تضحك مع داركم، تضحك مع صحابك، تضحك مع الجمهور ديالك. انا راه كنضحك مع الجمهور ديالي، انتوما راه ماشي الجمهور ديالي اللي كتعلقوا، انا عرفتكم ما علينا. دونك هادو فيهم ديال القطوطه، انا غتقوط داير غتقوط، في ديال الحمير، بنادم اللي حمار يقدر يدير ديال الحمار، في بزاف الحوايج. الموضوع كيضحك بزاف، علاش؟ ميمكنش في 2021 وصلنا لهذا المستوى هذا ديال بنادم، ما عندوش الثقه في راسو، مزعزع على سبه منفز كيقفز، ياك معروف هاد القضيه هادي. تصور شي بهادي ماشي راجل، حطيتي يدك على راسك ماشي راجل، ضحكتي مع صاحبك وشافك وشتي فيه ماشي راجل، لبستي تقشيره ما عجباتوش ماشي راجل، شوفه ما عجباتوش ماشي، كلشي كلشي ماشي راجل ماشي راجل ماشي راجل، بزاف هادشي هذا. والله الا بزاف وحق الله. ولكن علم النفس كيقول ان هذا النوع ديال الناس كيديروا عليك الاسقاط، لانهم هما اللي ماشي رجال كيحاولوا يلصقوا فك داك الشيء. انا كنحترم كاع الناس، كاع الميولات، كاع الانوات البشريه كنحترمها كيف بغات تكون، ولكن ماشي مزيان انك تكون انت ماشي راجل تلصق فيا انا كلمه ماشي راجل. كنعرفوا بعضياتنا، الواحد كيعرف راسو شنو كيسوى، عندي ثقه في راسي، عارف فين غادي، عارف انا شكون، الناس كيعرفوني شكون. اللهم راه غنوقف 18 عام ولا كنتقاتل، سمحوا لي راه فيه البرد، 18 عام ولا كنتقاتل باش يتعرف عليا الجمهور المغربي والجمهور العربي. واليوم الجمهور الحمد لله كيعرف عبد الله، كيعرف شكون، وفايتين فايتين فايتين. وكنتمنى شي نهار تبدل العقليه.